ناخد كابتن احمد حسن عميد لاعيب العالم والصقر بتاعنا. كابتن احمد مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير، اخبارك يا كابتن؟ وحشتي. كله تمام الحمد لله، والله مية تمام. عامل ايه؟ الحمد كله لله كويس؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين، كله تمام والله. شايف مباراة بكرة ازاي؟ مباراة صعبة طبعا، اكيد فيها ضغوط، مباراة مهمة بالنسبة لنا للاهلي، وبطولة جديدة لو حصل عليها النادي الاهلي هيبقى اول نسخة يحصل عليها النادي الاهلي. بتلعب فريق من الفرق المميزة في افريقيا، فريق عنده لعيبة مميزة وعنده خفة حركة واعتقد ان احنا سان داونز بقى بالنسبة لنا بقينا حافظينه دلوقتي، يعني فرقة من الفرق اللي الناس بتشوفها بتستمتع بيها ان هي بتلعب كورة حديثة وبتلعب كورة كويسة. فمباراة صعبة طبعا على الفرقتين، لان انت بتتكلم على سان داونز احنا عاملين له حساب كبير، ولكن انت بتتكلم برضه على النادي الاهلي، النادي الاهلي بطل افريقيا، النادي الاهلي فريق متميز في المباريات الكبيره اللي زي دي، بيعرف ازاي يتعامل مع المباريات الكبيره اللي زي دي بغض النظر عن لقاء النادي الاهلي هزم فيه نتيجه ثقيله. انما انا اعتقد ان كولر المفروض يكون مجهز بشكل كويس، يمكن تخوف الناس بس من لقاء سيمبا الاخير، سيف الاخير اللي هو كان هنا في استاد القاهره، فتتكلم على منافس ما كانش منافس قوي بالنسبه للنادي الاهلي. التعادل ده قلق الناس شويه، وقلق جماهير النادي، قلق جماهير النادي الاهلي شويه، لان الطبيعي المباراه الذهاب ومباراه الاياب الطبيعي ان الاهلي يكسب المباراتين دول على الاقل بفارق 8 اهداف. انما الشوط الثاني في 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 تنزانيا ما كانش النادي الاهلي افضل حال، الشوط الثاني هنا كمان في مصر برضه النادي الاهلي ما كانش افضل حال، يمكن هدف جه مباغت في النادي الاهلي فده كان ممكن كلفه كتير جدا وكان ممكن خرجه من البطوله دي. لما قدر النادي الاهلي ان هو يرجع، لكن على كولر ان هو يقرا الجيم كويس، يشوف ايه نقط القوه بتاعت سان داونز ويلعب عليها، ويشوف ايه نقط الضعف ويشتغل عليها بشكل كويس. لازم كولر اشدنا بيه طول الوقت، ولكن في لقاء سيمبا الاخير يمكن كان ليه تصريحات هي استغربها كل جماهير النادي الاهلي مش احنا. هو راجل قال لك انا ما حبيتش اغير علشان ما دخلش لعيبه جديده وبتاخد وقت على بال ما بتدخل الجيم والكلام ده وكده، انما هو في المباراه دي كان لازم يعمل تنشيط، لان يعني في لعيبه كتير اعتقد ان هي كانت، لان انا كنت موجود في الاستوديو، انا كنت موجود في الاستوديو، فحتى احنا استغربنا ان الراجل لحد دقيقه 87 ما فيش غير تغيير واحده اللي هي مودت، وعنده ايضا سليم، وعنده كان امام موجود على الدكه، وانا سامعك دلوقتي وانت بتتكلم على امام، وكان عنده يعني يقدر يعمل، يقدر يستفيد كتير من لعيبه كتير كانت موجوده على الدكه، يقدر يستغلها ويستفيد بيها بشكل كويس. انا اتمنى ان يكون في توازن بشكل كبير منه بكره. لازم يكون في توازن في طريقه اللعب. سان داونز على قد ما هي فرقه من الفرق الموازنه، ما هي عندها غيابات كتير، عندها حاله طرد برضه موجود، لاعب من اللاعبين المهمين برضه بكره مش موجود. فانا اعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يعمل مباراه كبيره بكره. من وجهه نظرك يا صقر، بديل كهربا لو كهربا مش موجود؟ لا، هو انت ما عندكش حل ليه مش هيبقى موجود، في اصابه او حاجه؟ في عنده الام في العضله الضامه وهيعملوا له اختبار طبي، ان شاء الله باذن الله يبقى موجود. بص انا بالنسبه لي ان شاء الله يبقى موجود، انما في حاله كهربا ما يكونش موجود انا ما اعتقدش ان هو هيدفع بمودتس من اول اللقاء. طب البديل مين من وجهه نظرك؟ هيكون بيستاو اكيد، يعني هو ما عندوش، لان النادي الاهلي خلي بالك النادي الاهلي عنده مشكله كبيره، نادي بحجم وقيمه النادي الاهلي ما عندوش المهاجم اللي هو دايما النادي الاهلي عنده مهاجمين اقوياء جدا، انما انا شايف ان مودتس حتى الان لم يقنع الجميع بما فيهم كل الناس، رغم ان كل هو اللي مختار، انما واضح ان الراجل لسه مش جاهز، عشان برضه ما نحكمش عليه. انما انا بالنسبه لي من وجهه نظري باللي انا شفته على بال ما يجهز، انا شايف ان هو لا يليق بالنادي الاهلي. مودتس ممكن كان لعيب كبير، كان تاريخ كبير، كان لعيب من اللعيبه اللي لعبوا في انديه كبيره، انما 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 مش ده المهاجم. هل صلاح محسن جاهز؟ والله ممكن صلاح محسن، بس صلاح بعيد بقاله فتره، فانا اعتقد انه هيعتمد على بيستاو، عشان كمان مساله سرعه بيستاو، واعتقد ان هو لعبها، انما ما عندوش حلول تاني غير ان هو يلعب ببيستاو او زي ما انت بتقول صلاح محسن، يعني فهو ده الحلول اللي عنده، او خلاص هو اتحط في موقف ان هو
موديتس يلعب في اللقاء وخلاص، ده لو ما عندوش بديل تاني خلاص هيعتمد على موديتس. وان كنت يعني انا شايف ان هو اللي تقدر تستفيد منه حاجه واحده بس، موديتس، ان انت تعمل له كرات عاديه وهو يلعب بالظبط، يلعب بضربات راس بس، انما غير كده هو مش لعيب اختراقات خلاص. لان واضح ان هو معامل السن برضه بطيء، الحركه بتاعته بطيئه، واضح ان هو بلغه الكوره كده بيعتل، ما عندوش حته المرونه كده والسرعه. انما 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 انت ماتش بتلعب ماتش شوطين، الشوط الاولاني في جنوب افريقيا والشوط الثاني هيكون في مصر، فلازم وانت بتلعب تكون عامل في حساباتك ده انك انت تلعب جيم بتوازن، تقفل بشكل كويس. واعتقد ان هو عنده ده، وعنده لعيبه تقدر تعمل له التحولات. يعني تتكلم على ده سليم لعيب كويس، تتكلم على حسين الشحات لو فايق برضه هيبقى كويس وهيفيد الفرقه بشكل كبير. بتتكلم على يمكن عدم وجود احمد عبد القادر، دي مشكله برضه يعني لازم الموضوع ده يتحل سريعا، لان احمد عبد القادر لعيب مهم ولعيب مفيد بالنسبه للنادي الاهلي. لكن اللي موجود، وبتتكلم على لعيبه في نص الملعب برضه اقوياء ولعيبه كويسه يقدروا ان هم يقفلوا بشكل كويس. وتبدا تشوف انت حلولك، اذا كان علي معلول في وقت من الوقت حل من الحلول، اذا كان بيستاو الناحيه الثانيه لو هيلعب كهربا. طبعا الاثنين عندهم تحولات، رضا سليم وبيستاو عندهم تحولات، واعتقد ان بيستاو حافظين بعض، يعني طريقه لعب بيستاو قريبه من صح. من لعيبه سان داونز. شيء رايك كيف اداء الزمالك في مباراه امبارح امام انبي؟ الاداء نفسه؟ لا لم يكن الافضل، رغم ان الزمالك عمل مباراه كبيره امام سموح وفاز بنتيجه كبيره جدا، والناس كلها توقعت ان عوده نادي الزمالك تاني وعودته للاداء الاداء المميز وكده، ولكن شفنا قدام انبي اداء مغاير. وده من وجهه نظري يسال عن جزء كبير جدا جدا سوري المدير الفني لنادي الزمالك. لو يعني لو صاحب قرار تخلي اسوري ولا تغيره؟ انا لو صاحب قرار ومسؤول عن ملف الكوره قولا واحدا اسوري لازم يرحل. البديل مصري ولا اجنبي؟ البديل اجنبي، ولكن خلينا برضه ليه يرحل؟ لان دي جزئيه مهمه سيف. انا ما بقولش كده اللي هو مجرد ما انا بقول، لا، من اللي انا شايفه من نهايه الموسم اللي فات واخد فرص كتير جدا جدا، راجل مش واقعي، يعني راجل عايز يعمل حاجات مش واقعيه، عايز يعمل حاجات ما تتماشاش مع اللعيبه. انا لما يكون عند احمد فتوح النهارده مفتاح لعب مهم جدا جدا، ليه افتقده والعبه بساك ولا لعبه لعيب ديفندر في نص الملعب؟ ده مفتاح لعب مهم العبه في البوزيشن بتاعه، انما راجل مش واقعي، راجل بيلعب بطريقه لعب اوقات لا تتماشى ولا تناسب لعيبه نادي الزمالك. خليك واقعي وحط كل واحد في مكانه. على فكره انا بقول من وجهه نظري نادي الزمالك في مجموعه لعيبه كويسه على فكره. ممكن يكون عند في احتياجات او محتاج في بعض المراكز، ولكن اللي موجودين على قد الدوري المصري ينافسوا ويبقوا موجودين بشكل كويس، ولكن الموضوع محتاج تنظيم داخل الملعب، محتاج ان كل واحد يلعب في البوزيشن بتاعه، محتاج ان طريقه لعب تناسب لعيبه نادي الزمالك. سمعت اشاعه ان ممكن يكون البديل لو مصري حسام حسن، لو اجنبي موسيماني، رايك ايه؟ والله انا ما اعرفش، يعني انا مصري انا لا اتوقع. يعني مجلس جديد ولسه جاي ومش عايز برضه ضغوط، لان اي مدير فني مصري هيبقى عليه ضغوط شديده. انا اعتقد ان هيكون مدير فني اجنبي، وانا اعتقد ان كان في كلام مع كالترون من فتره طويله حتى قبل المجلس ده ما يجي. يعني كان في كلام مع كالترون من قبل ما المجلس ده يجي بحوالي. لكن انت لو موسيماني في الصوره شايفها ازاي؟ ما يعني في النهايه هو مدير فني محترف، لو جه هيبقى برضه شيء كويس، لان هو راجل ملم بالدوري المصري، وراجل ملم بفرقه نادي الزمالك، وراجل ملم بالكره الافريقيه والكره العربيه. بس انت رايك ان كالديرون هو يعني هو الافضل؟ لا انا مش رايي مين الافضل، الافضل ده اللي يحدده مجلس اداره نادي الزمالك. لا انا بتكلم فنيا من وجهه نظرك انت. ده كويس وده كويس، انما انت دلوقتي فاجئتني بموضوع موسيماني، انما في الاول وفي الاخر بالعكس موسيماني هو كمان يعني عنده خلفيه كبيره جدا جدا، يعني راجل حافظ الدوري المصري، انت بتتكلم حقق بطولات مع النادي الاهلي، لعب قدام كل الفرق المصريه، حافظ اللعيبه بتاعت نادي الزمالك، عارف اللعيبه كلها لان هو قعد موسم وشويه هنا موجود، فبرضه يكون اختيار موفق لو هو فعلا
نادي الزمالك ممكن يجيب موسيماني، فانا شايفه اختيار ممكن يكون موفق برضه. يعني انت بتتكلم على واحد مش بتجيب واحد، يعني انت خلي بالك انت مشكله اسوري، اسوري مدرب من المدربين الكويسين، اسم ليه اسم كبير، بس ولكن هو ما عندوش ضرائب الكره الافريقيه، صح، ما عندوش ضرائب الكره المصريه، اللي حتى النهارده الراجل لسه بيعمل حاجات من وحي الخيال يعني بصراحه. يعني فانا ما اعتقدش ان جماهير نادي الزمالك هتتحمل كل شويه ضياع نقاط علشان الراجل لسه بيكتشف ده يلعب فين وده يلعب فين. صح. كابتن احمد بشكرك شكرا جزيلا، شرف بوجودك دايما. شكرا كابتن سيف. شكرا كابتن احمد، كابتن احمد حسن عميد لاعبي العالم، بشكره شكرا جزيلا.